معكم خوتي، انا ما كنتم محيط موجودتهم دائما. احنا فحنا مباشره من برباس، كما تشاهدون هنا الموقع الحادثه الشاب اغتياله من طرف الشرطه الفرنسيه. فيه شهود عيان، الاعلام هنا يكثر يضخم في الحادثه، يقول لك انه كان يحمل سكين ومتفجرات، كل واحد فيحكي. المهم شهود عيان قالوا بلي ولا شيء هذا الشخص نضرب درجة حبي صوتي فوق الواحد اللي بارو، وفجأة سنايبر القناصين ضربوا مباشرة يعني بدون توقف ولا شيء. بينما ربما قارن هذا الشيء في بريطانيا نشوفه نفس الأشخاص، لو شخص أنه تم العثور عليه وأثبت ديانته ما يقتلوش، وهكذا يعني الفرق بين بريطانيا وفرنسا. في شهود عيان هنا في المنطقة يقال أنه لم يكن يحمل سكين أو لا شيء. خوتي بعد إن شاء الله طربنا من بعض شهود عيان، يقال أن السيد معك اللي عنده لا مستوى له، وهكذا يعني حكايات ما حكايات. هذه هي فرنسا، عنصرية بكري، والله يرحم خونا. على سوا هدرنا مع ناس ما حبوش يبانوا في الكاميرا، قال لك باللي السيد بوليسي بانيكا ما عنده لا موس ولا هم يحزنون، لكن الاعلام هنا الفرنسي شغل يشوف في الحقائق، وهذا هو خوتي الله يرحمه. هذا هو سماك كما قلت لكم السيد هذا، الناس شهود عيان قال لك باللي ما كان لا رفض لا خنجر ولا هم يحزنون، فقط يعني تيروا عليه هكذا عادي، كانوا مش عارف بانيكا ولا مو خاطي. السلام عليكم، حنا رانا في باري في بارباز، وحبيبنا هذا اللي مات ربي يرحمه. على كل حال اولاد البلاد اللي كانوا هنا في بارباز اللي كانوا يزنوا في الدخان يعرفوه، انسان ترونكيل حراقي به الدخان. مسكين في كان قدام الكوميساريه، في كان قدام الكوميساريه البوليسي بانيكا، في بانيكا البوليسي عم بالو بلي راح يدير حاجه يدير بومبا ولا سيد هذا خطير. كي بيت يرى عليه قتلوا ماتوا حطوه في الارض، ودوكا لي جورناليست راهم يصوروا. حنا رانا كما يقولوا في قلب الحدث، قلب الحدث رانا نشوفوا. ربي يرحمه والله يكون مع مواليه ان شاء الله. وحنا نقصنا كامل انسان حراق يلقط لقمة العيش ديالو كما يقولوا، يبيع الدخان. هذا ما كان جاز على الكوميساريه هذيا جايه في قلب برباز، والبوليسي خاف هو عم بالوك شبار رفد معاه، ما رفد معاه والو، مع دخان مال بوروت ولا فيها شاقور ولا فيها لماس حكايات. يديروا لي زيستورار كيما صارت مقبل. صحيح بارك الله فيك. ولو يديروا عليه دعايات بلي جمع شاقور جمع كذا وجمع كذا، ما كان والو. هذا ظلم في ظلم. ربي يرحمه ويصبر والديه ان شاء الله. صبر والديه وربي ينصر الحق ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، تحياتنا من برباس خوتي، والله يكون معكم ان شاء الله. السلام عليكم خوتي. توضيح وكالة الانباء الفرنسيه والاعلام الفرنسي قول باللي تونسي بعد ذلك مغربي، وحنا كي سقسنا الناس قال لك شلفاوي. المهم شهود عيان قال لك ما كلا بلا مسلم. المهم هذا عربي، وفي النهايه عمر الاعلام الفرنسي ما يقول الحقيقه، لو كان لقى الحقيقه راهو دار واش داروا فينا مك بكري. المهم الله يرحم السيد هذا، سواء كان جزائري او تونسي او مغربي. وشهود عيان قال لك ما هو رافد لا مسلم ولو، ربما الشرطي تبانيك هكذا وقتلوا هكذا مباشرة يعني بدم بارد. وفيه رواية أخرى يقول لك بلي السيد كان مريض. المهم الإعلام يعني هنا في فرنسا مختلف عن باقي الدول، ويخدم جهة معينة فقط. المهم الله يرحمه.